الإذاعة هي كانت أيقونة للتطور الذي يخاطب البشرية، والذي كان منبر استطاعت منه أن تبني الأوطان وتعمل على إيجاد الثقافة والتوعية ونشر الفضيلة ونشر الدين والوطنية، وأيضا إقامة الأوطان بشكل لائق بما قدمته من رسائل توعوية ورسائل إنسانية ورسائل وطنية، سواء في كل المجتمعات وليس فقط في المجتمع اليمني. فهي تعتبر أيقونة لهذا التطور الهائل الذي وصل إلى العقول وإلى كل بيت وإلى كل قرية، وإلى الآن أصبح إلى كل تليفون، إلى كل هاتف. فلا زال التطور مستمر، ولا زالت الإذاعة لها زخمها ولها مستمعيها ولها جمهورها، ولا زال المذيعين يتألقون بأصواتهم وحنجراتهم الذهبية للوصول إلى العقول والوصول إلى القلوب والأفئدة لجمهورهم. نعم، كان هنالك خصوصية حقيقة للإذاعة بهذه الأصوات التي ذكرت، ومن منا لا يتذكر مونتي كارلو ويتذكر فايز مقدسي ويتذكر حتى الذي مات البارحة آخر مذيع بي بي سي. هذا نعم عطفا على الإذاعات المحلية، إذاعة صنعاء وإذاعة عدن والأصوات المعروفة، ولكن أيضا إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن الإذاعة حافظت على بريقها في ظل هذا الزخم التفاعلي، تعدد الوسائل بمختلف مشاربها واتجاهاتها؟ هو طبعا هناك يعني صراع كبير جدا تواجهه الإذاعة من خلال ما وصل إليه التكنولوجيا الحديثة من تطورات، وخصوصا يعني الإذاعات الأونلاين وأيضا اليوتيوبرز ووصول الناس على التيك توك والأشياء هذه كلها. فبالتالي هناك أكيد يعني تنافس شديد، لكن مع ذلك الإذاعة لا زالت لها بريق موجود في الشارع العربي، لا زال لها مستمعين. لا يعني لا تجد يعني صاحب سيارة إلا وفاتح للراديو، لا تجد الشخص في آخر الليل إلا وهو فاتح الراديو. يعني بيكون لديها جمهورها وزخمها ومستمعيها في كل البرامج. فبالتالي هنا رسالة أيضا أقدمها للإذاعات أن تتطور مع هذا التطور، يكون هناك فتح لآفاق للبرامج الإذاعية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لكي تصل إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور واحتياجاته أيضا في نفس الوقت. فالصورة لها دلالة، الصوت له دلالة، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أيضا له دلالة في العمل الإذاعي. فلا بد من العمل المزيج ما بين التطور وما بين المايك الإذاعي والصوت الإذاعي، فهذا التطور مطلوب، وأيضا استخدام التكنولوجيا أيضا مطلوبة.